إذن تأكيدا على استمرار عملياتها في شمال سوريا، القيادة المركزية الأمريكية تكشف أن قواتها قتلت القيادي في تنظيم داعش والمعروف باسم أسامة المهاجر شرقي سوريا في 7 يوليو. وشدد بيان القيادة المركزية على أنه تم تنفيذ الضربة بواسطة طائرات مسيرة تعرضت خلال مهمتها لمضايقات من طرف طائرات روسية استغرقت حوالي 2 ساعة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القامشلي مراسلنا هجر السيد ومن واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. إذا مرحبا بكما، سأبدأ معك مجدي ولنتوقف عند التفاصيل البيان القيادة المركزية وأيضا هل من معلومات أو مستجدات جديدة في هذه القضية. إذن إيمان، الكشف عن هذه العملية العسكرية الأمريكية التي جرت في سوريا أتى بعد 48 ساعة من إتمامها وتنفيذها والتأكد من نتائجها من قبل الإدارة الأمريكية وكذلك طبعا من قبل الجيش الأمريكي وتحديدا القيادة المركزية الأمريكية. كما أشرت وأسفت، تمت في 7 يوليو أي يوم الجمعة، وبالتالي اليوم الأحد يتم الكشف عنها. هذه له دلالة، ولا شك أن الجيش الأمريكي تأكد من يعني العمليات وسيرها ميدانيا، وبعد ذلك هناك تحقيقات جارية يجري الحديث عنها بشأن المدنيين. وإن كان البيان العسكري الأمريكي أكد أنه لا مدنيين سقطوا ضحايا جراء هذه العملية العسكرية، بالعودة إلى من تم استهدافه هو أسامة المهاجر. تحدثنا قبل ذلك في لايف سابق أنه قد يكون هذا اسم حركي، لا كشف حتى اللحظة عن هوية هذه الشخصية القيادية في تنظيم داعش الإرهابي وما هي أهميتها، وإن كان البيان أشار إلى أنه قائد رفيع في تنظيم داعش الإرهابي في شرقي سوريا. أيضا في إشارة لافتة جدا بأن هذه العملية العسكرية للجيش الأمريكي في المناطق الشرقية من سوريا من شأنها أن تضع حد لأي خطط يقوم فيها التنظيم الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية ليس فقط في المنطقة أو ليس فقط في سوريا وإنما خارجها. وهناك مصلحة كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية لشركائها وحلفائها في استمرار هذا النوع من العمليات العسكرية التي تستهدف إيمان شخصيات بارزة ونوعية في تنظيم داعش للتأكد من أن هذا التنظيم لن تقوم له قائمة مرة أخرى في المنطقة وتحديدا في سوريا وكذلك في العراق بحسب البيان. إيمان. نعم مجدي. هجر، ماذا عن جانب قوات سوريا الديمقراطية؟ هل من تأكيد؟ هل من تعقيب؟ أي دور قامت به من خلال ربما هذه الضربة، خاصة أنه البيان القيادة المركزية أشار وأشاد بالتعاون مع الشركاء في المنطقة؟ أيضا فيما يتعلق بهذه الشخصية أسامة المهاجر، هل هو معروف لدى قوات سوريا الديمقراطية أو في المنطقة؟ نعم، ما قبل البدء بالحديث عن موقف قوات سوريا الديمقراطية أريد التنويه ماذا حصل في اليوم 7 يونيو. بحسب المصادر الميدانية كان هناك إعاقات من قبل الطائرات الحربية الروسية، وأكدتها القوات الأمريكية بأن الطائرات الحربية الروسية تقوم بإعاقة المسيرات الأمريكية وخاصة في المناطق التي تخضع للقوات الروسية لسلاح الجو الروسي، أي في مناطق شمال غربي سوريا. وأيضا كان هناك في 7 يونيو كان هناك استهداف من قبل المسيرات الأمريكية وبالتحديد مسيرة MQ-9 والتي أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية بأنها هي التي استهدفت هذا القيادي. قد استهدفت في اليوم 7 يونيو قيادي بارز كان يسمى بحسب مصادر ميدانية همام أبو أنس في منطقة البزاعة الواقعة في ريف حلب الشمالي وبالتحديد تابعة لمدينة الباب. وبحسب الخبراء يؤكدون بأن يكون هو نفسه همام أبو أنس هو نفسه أسامة المهاجر بحسب الخبراء الذين يتواجدون في هذه المنطقة. وهذا هو القيادي الخامس زعيم تنظيم داعش يقتل في مناطق شمال وشمال غربي سوريا، أولهم أبو بكر البغدادي والثاني أبو عبد الله القرشي والثالث كان في منطقة درعا وقتلهم فصائل الجيش الحر، ورابعا كان على يد القوات التركية في منطقة ريف إدلب الشمالي، وخامسا أسامة المهاجر. ويرجح الخبراء بأن يكون هو نفسه همام
همام أبو أنس الذي قتل على مفرق على طريق أنفور بين حلب وجرابلس وبالتحديد في مدينة الباب. بالعودة إلى سؤالك، بحسب نحن اتصلنا مع مكتب الإعلام لقوات سوريا الديمقراطية لأكثر من مرة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلقوا أو لم يقوموا بنشر أي بيانات حول هذه العملية التي تم استهداف زعيم تنظيم داعش، والذي لم يعلن عنه خلايا تنظيم داعش عن طريق فيديوهات أو صور. لذلك يرجح الخبراء بأن يكون هو نفسه همام أبو أنس أسامة المهاجر زعيم تنظيم داعش.